فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طهارة بولي ما يحل أكله. نعم. عند الحنابلة أنه طاهر. نعم. يقول: هل هذا هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بشرب أبوال الإبل، لو كانت نجسة لما أمرهم بشربها من الحمى، إلا على أن بول ما يؤكل لحمه. ورخص في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها تبول فيها، هذا الأصل في هذا. نعم.